نظم ولا زال جلساته منعقدة بصراحة يدفع ويشجع صناع القرار والسادة الوزراء والمسؤولين وكل مفاصل الدولة العراقية لأن تعتمد موضوع أنظمة المعلومات الجغرافية والتحدث النائي وهذا العلم الأساسي المهم الذي هو يمثل حاليا الأساس في تقدم الدول ذات البعد التقني وأصبح حاجة يومية أساسية في التنمية في حفظ الأمن في الاستثمار حتى في موضوع المدن الآمنة. لازم يجب أن نستخدم تقنيات الجيش لكي نصل إلى المدن الآمنة التي تستطيع أن تستخدم المفردات والمعلومات في ترتيب نظم أمنية تقوم على أساس علمي إحصائي دقيق. اليوم حقيقة مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية هذا المؤتمر النوعي الذي يقيم بمشاركة دولية من خبراء في مجال الجي اي اس، أهمية هذا الموضوع للعراق للجانب الاقتصادي، للجانب البيئي، للجانب الصحي، للجانب الأمني. اليوم احنا هناك ضرورة لجمع هذه البيانات وتحليل هذه البيانات ووضعها في قاعدة معلومات يمكن التعاطي معها والتعامل معها وتحليلها، وبالتالي تكون سهولة الوصول إلى المعلومة. وهذه البلدان المتقدمة تعمل في هذا المجال. العراق بدأ انطلاقة حقيقة جدية في هذا المركز من عام 2013 لما انعقد المؤتمر الأول، واليوم هذا المؤتمر الثاني يحاكي محاور مهمة وأساسية. نأمل إن شاء الله كما أشار السيد المستشار بشأن موضوع الاهتمام من الوزارات المعنية في جمع المعلومات والبيانات ووضع قاعدة معلومات كاملة بغية تطبيقها في العراق.